يقول هو الذي، شوف الرحمة تجدها فين والرأفة كلما ازددت تلاوة بالقرآن. قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله لما تكلم ربي عن الظلمات جعلها جمعا، ظلمة الشهوة والشبهة والإلحاد وإلى آخره، لكن لما تكلم عن النور جعله ماذا؟ جعله مفردا، لأن النور واحد، النور واحد، والهداية في اتباع ذلك النور هو الكتاب والسنة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولما تكلم عن الصراط وحده، لكن لما تكلم عن الأهواء قال ها لا تتبع إيش؟ السبل فتفرق بكم عن سبيله. نريد نتأمل القرآن، تدبر القرآن، لأن الناس في القرآن على أصناف، ومن أعظم أصناف القرآن قول ربنا عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لي ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ايش فايدة تقرأ القرآن من غير ما تتدبر ثم يعقبه مع ذلك العمل؟ قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال مجاهد، روى الطبري عن مجاهد قال يعملون به حق العمل. روى الخطيب عن علي موقوفا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا امتحن. ايش فايدة انك تقرأ آيات من القرآن في المأمورات فتخالفها وفي المنهيات فتأتيها؟ إذا من دفع في العيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قلنا أيها الفضلاء الكرام أن الرأفة أرق من الرحمة وأعلى منها، وأعلى منها منزلة، والله عز وجل رؤوف بجميع عباده تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل في رحمته في اسم الله الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا الرحمة الواصلة، وهناك الرحمن الرحمة الحاصلة لكل الناس. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتتها كام صحيح أتتها امرأة ومعها بنتان، فأعطتها عائشة إيش؟ تمرتين، فقسمت واحدة بين البنتين وجاءت تأكل إيش؟ الثانية. الأطفال يأكلون أسرع من إيش؟ من الكبار. فلما جاءت ترفعها إلى فمها كان الأطفال قد انتهوا من إيش؟ من تمرتهم. فرفعوا النظر إليها فقسمتها بينهما، وعائشة متعجبة قال يا عائشة، لما رجع النبي حكت له القصة عليه الصلاة والسلام، قال أعجبت من رحمتها بأبنائها؟ لله أرحم بكم منها بولديها. الله أكبر. والله خلق الرحمة 100 جزء ادخر 99 في الدار الآخر وجعل واحدة في الدنيا ترحم بها كل الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الله أكبر. وكان النبي رفيقا رحيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الرأفة هذه هي عامة لجميع الخلق، ويجعلها الله عز وجل لأفرادهم ولبعضهم في الدار الآخرة. ولذلك قالوا من معاني الرأفة قيل هو المتساهل على عباده، الرؤوف على إيش؟ من المعاني المتساهل على إيش؟ على عباده، العاطف عليهم برحمته ورأفته تبارك وتعالى، الرفيق معهم. ألا ترى الإنسان يأتي الذنوب العظام ثم يرد الله عز وجل رؤوفا رحيما تبارك وتعالى؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال ابن القيم ما أحلم الله، يقتلون أولياءه ويريد منهم إيش؟ التوبة، والله يريد أن يتوب عليهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من الرأفة العظيمة لله عز وجل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسلمت
على ما أسلفت من خير، وما كان الله ليضيع إيمانا. ولذلك لما جاء الرجل وكان من أهل الفضل في الجاهلية وأسلم، النبي وش قال؟ قال أسلمت على ما أسلفت من إيش؟ من خير، ما ضاع اللي كنت تقدمه في أيام كفرك. ومن تساهل الله على عباده أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، فخفف عنهم في صلاة السفر عن إيش؟ عن الحضر، وأباح لهم الفطرة لمن كان إيش؟ لمن كان مسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن تساهله على عباده رفع عنا الخطأ.